لو جينا حكينا بهذا السؤال ما بيصير في يعني في must not exceed 0.5 meter per second. طبعا ممكن يكون جاي من هون وممكن يكون جاي من speed torque curve تبع المحرك. نطلع على speed torque curve تبع المحرك واضح انه ما بيقدرش يتجاوز هاي السرعة, بس خلينا ناخذ هذا هون. فجينا قلنا V ما بصيرش انها تتجاوز 0.5 meter per second. فشو بنعمل في البداية؟ assume نعمل assumption انه راح يكون triangular profile ونعمل check. فالاصل اني بفترض انه مزبط معي triangular profile. طبعا الجيرك infinity لانه عم نحرك goods. عندي هون رح نفترض انه عندي هون triangular profile. الحسابات اللي عملناها قبل شوي t بتساوي 0.2 seconds ودي كلها 0.1 meters, مزبوط؟ فلعملنا الحسابات هون يجينا قلنا مساحة المثلث نص 0.2 في v اللي بدنا نحسبها بدها تساوي 0.1, فبتطلع v معي 1 meter per second وهذا غير مسموح, ما بقدر اروح 1 meter per second. فأنا عم بتجاوز الليمت اللي محطوط من هون. الليمت اللي محطوط من هون كان 0.5 meters per second, فما بصير اتجاوز هاي السرعة. شو بدي اضطر اعمل؟ بدي اغير speed time profile. هلا اللي صار معروف عندي v واللي مجهول هو ايه, بدنا نطلع ايه. في الحالة هاي الان بدي احول speed top time profile بالشكل التالي. بدي اضل اغطي الزمن اللي حكينا عنه اللي هو قديش كان اللي مطلوب من اليوزر 0.2 seconds, وعندي التوتال ديسبليسمنت 0.1 متر. بدنا نتحرك احنا 1/10 من المتر. الزمن التوتال تي 0.2 seconds وعندي معروف انه هاي 0.5 meters per second. ماشي تمام هيك. هلا عندي هاي المساحة الاريا هاي من المستطيل هون راح تكون عبارة عن v في هذا الزمن. هذا الزمن مجهول خلينا نسميه t2 وعندي t3 وعندي هون t1, مظبوط. و t1 زائد t2 زائد t3 بدها تساوي 0.2 of a second, تساوي 0.2 of a second. هلا عندي بقدر اطلع علاقة بين A و T1, distance مش هيك؟ نطلع معادلة من الديستانس. فالديستانس الكل بيساوي 0.1. شو بتساوي؟ بيساوي مساحة المثلث هاد, مظبوط؟ زائد مساحة المثلث هاد, بس T1 بتساوي T3 by symmetry, مظبوط؟ T1 بتساوي T3 by symmetry. فمساحة هذا المثلث زائد هذا المثلث شو بتساوي؟ كانها مساحة هذا المستطيل, مظبوط؟ المستطيل هذا اللي هو T1 مضروب في 0.5, هي اعطاني هاي المساحة, زائد عندي هون T2 مضروبة في كمان 0.5. بس أنا في عندي علاقة بين T1 و T2, مظبوط؟ إيش العلاقة بين T1 و T2؟ لو عوضت محل T3 هون حطيت T1 صار عندي هون 2T1 زائد T2 بتساوي 0.2 of a second, مظبوط؟ فصار بقدر أحط محل T2 مثلا 0.2 minus 2 T1. فمحل T2 هون راح نحط, فبصير عندي 0.1 بتساوي 0.5 T1 زائد 0.5, ومحل T2 راح نحط 0.2 minus 2 T1, مظبوط هيك. بس عوضنا محل T2 حطينا قيمتها, فبصير عندي 0.1 بتساوي 0.5 T1. 0.5 في 0.2 شو بتعطيني؟ 5 في 2 0.1 مش هيك تطلع؟ ناقص 0.5 في 2 رح تعطيني T1, بصير عندي هلا 0.5 minus, بصير عندي minus 0.5 T1 بتساوي, شو الغلط اللي عندنا هون؟ هاي رح تشطب مع هاي, مظبوط؟ ولا هل هذا معناه انها غير ممكنه؟ انه تي هون شو بتطلع؟ تي 1 بتطلع زيرو, فهي بتطلع انفينيتي. فالرقم اللي حطيناه تو هاي او تو لو, يعني كانه هذا الجواب بقول انه انا ما بقدر احقق هاي في 0.2 of a second على في. نرفع في ناخذ في اعلى من هيك, خلينا اخذ في 0.8 ونجرب. فلو كانت في 0.8 محل هاي راح احط هون 0.8 ومحل هاي راح احط 0.8, مظبوط؟ فبتصير عندي المعادله الجديده
0.1 تساوي 0.8 T1 زائد 0.8 هلا T2 بنحط محله 0.2 minus 2 T1 0.8 في 0.2 شو بتعطيني 0.16 هلا بتزبط لانه 0.16 ما بتلتقى من 0.1 اللي هون فبصير عندي 0.1 بتساوي 0.8 T1 زائد 0.16 minus 0.8 في 2 1.6 T1 1.6 minus 0.8 بعطيني 0.8 T1 على الجهة الثانية بتساوي 0.16 minus 0.1 وبتساوي 0.06 هذه 0.8 T1 T1 بتساوي 0.06 على 0.8 قديش تطلع هاي 6 على 0.06 على 8 قد ايه 0.075 سكند اذا نرجع لهون عندي الشكل هذا 0.2 بصير عندي شكل سبيد تايم بروفايل هيك وهيك وهيك عندي هاي بتصير 0.075 هاي 0.075 في 2 شو بتعطيني 0.15 من 0.2 بتعطيني هون 0.05 سكند هاي اضطرينا نحطها 0.8 لانه اليوزر ريكويرمنت اللي كنا حاطينها مستحيل فهي بدها تصير هون 0.8 طيب قديش صارت A الان هاي اللي بهمنا A صارت دلتا V على دلتا T مظبوط دلتا V على دلتا T اللي هي 0.8 على 0.075 0.8 على 0.075 تعطيني قديش تقريبا اكثر من 10 مش هيك 10.7 rads per second square واحنا قديش كان عندنا بالاول؟ كانت عندنا بالاول طلعت 10 مش هيك؟ هلا 10.7 فبتصير عندي الفا بتساوي 10. اسف هاي مش rads per second square هاي meters per second square قديش كانت عندي A بالاول؟ 10 اذا هاي meters per second square هلا هاي بتصير 10.7 مقسومة على 0.1 وبتطلع عندي 10 بتصير 107 rads per second square هذه هون low speed shaft والفا high speed shaft بتساوي 107 على مضروبة في 2 عفوا 107 مضروبة ب 2 بصير 214 rads per second square. اوكي؟ قديش زادت؟ ما زادت كثير. هلا يمكن لو اخترنا رقم بين 0.8